نشر تحول الطقس تأتيكم من قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم. نستهلها بالوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة الأحد، وحسب مصلحة الأرصاد الجوية بعد تلاشي ضباب الصبيحة والسحب السفلى تبقى الأجواء مستقرة بجل مدن الشريط الساحلي الغربية الوسطى حتى الشرقية، نفس الوضعية الجوية اتجاه المناطق الداخلية الشرقية حتى الهضاب العليا الغربية، أجواء مستقرة بالمناطق الجنوبية بعد السحب العابرة على شمال الصحراء ورقلة بن عباس الجنوب الغربي الصحراء الوسطى مرتفعات والتسلي والجنوب الشرقي. درجات الحرارة 8 درجات بعنبة بالعاصمة 9 درجات، 8 درجات على وهران، 4 درجات بسطيف وتبسة، 9 درجات على ورقلة، 8 درجات على غردية، 6 درجات على ابن عباس، 9 درجات بالجنوب الغربي على تندوف، 10 درجات بأدرار، 12 درجة على تمن راسة بجانت، 7 درجات الدرجة الدنيا إذن لصبيحة الأحد، 3 درجات بالبيض القصوى، 18 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. نمر نشوفوا الوضعية الجوية المتوقعة لظهيرة الأحد، نبقى دائما تحت تأثير ضغط جوي مرتفع، إذن الأجواء راح تبقى مستقرة مع سماء من صافية إلى مغشرة جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية الشرقية حتى الهضاب العليا الغربية. بعد السحب العابرة على شمال الصحراء ورقلة بن عباس الجنوب الغربي الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي، سحب ركامية كثيفة بعين قزام واحتمال لتساقط بعض الزخات من الأمطار الرعدية، درجات الحرارة ترتفع 19 درجة بعنابة وهران، 17 درجة بالعاصمة، 18 درجة على غردية، 23 درجة على ورقلة، 28 درجة بإليزي بالجنوب الغربي، 23 درجة، 25 درجة على أدرار، 27 درجة بتامن راست على جانيت، 24 درجة الدرجة الدنيا، 12 درجة بالبيض القصوى، 30 درجة بعين صالح وعين قزم. نروح نشوف الملاحة وأحوال البحر. البحر سوف يكون من هادئ إلى قليل الاضطراب، هذا على طول الساحل الجزائري، مع سرعة الرياح تراوح من 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة. نمر نشوف الحال كيفاش راح يكون في الأيام القادمة، نهار 2 ونهار 3. نبقى دائما تحت تأثير ضغط جوي مرتفع، سماء من صافية إلى مغشرة جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية الشرقية حتى الهضاب العليا الغربية بعد السحب العابرة على شمال الصحراء بن عباس الجنوب الغربي الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري، درجات الحرارة 19 درجة بعنابة ووهران، 16 درجة بالعاصمة، 20 درجة على غردية، 17 درجة على بن عباس، 29 درجة على إليزي، 25 درجة على أدرار، 23 درجة على تندوف، 28 درجة بعين قزام الدرجة الدنيا، 15 درجة بتبسة القصوى، 30 درجة وهذا بعين صالح. نشوفوا نهار 3 إن شاء الله كيف راح يكون الحال. تبقى الأجواء مستقرة مع سماء من صافية إلى مغشى جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية الشرقية، نفس الوضعية الجوية على شمال الصحراء بعد السحب العابرة حتى على الجنوب الشرقي الصحراء الوسطى بن عباس وتندوف، سحب ركامية كثيفة بعين قزام واحتمال تساقط بعض الزخات من الأمطار الرعدية، درجات الحرارة 18 درجة بعنابة ووهران، 19 درجة على غردية بالعاصمة، 17 درجة حتى على بن عباس بالجنوب الغربي، 21 درجة، 26 درجة على عين صالح، 24 درجة على أدرار الدرجة الدنيا، 14 درجة بتبسة القصوى، 30 درجة بإليزي وعين قزام. نختم مشاهدينا بمواقيت الشروق والغروب لتهم العاصمة وضواحيها. شروق الشمس على 7:31، الغروب 6:32. للمزيد من المعلومات عن الجو البيئة ما عليكم إلا التواصل معنا على عناويننا التي تظهر على الشاشة. ختام النشرة الجوية، في أمان الله.